28 دقيقة تسمو في ميسيون امبوسيبل على يفام احلى راديو. الكلام بخصوص التصريحات على هامش زيارة واشنطن برشا، مقالة الواشنطن بوست، لقاء الرئيس مع الكونغرسمان اللي غديك، لقاءه مع بلينكن، واخيرا تصريحاته بخصوص صندوق النقد الدولي اللي قال لن نحتاج لحلول من هذا الصندوق او من غيره من الصناديق، ويلزمنا نلقاو حلول بالتعميل على التعويل على الذات. خالد تعليقك. السؤال، هل احنا عنا كريستينا كريشنير جديد ولا لا؟ الرئيسة الأرجنتينية اللي نهارت اللي قالت انا ما نحبش نعاول على صندوق النقد الدولي، قامت بي قدر تنجم انت حسبة هي ماتيماتيك ولا ما ناخوش قرض وباش نتوقف عن تسديد الديون الخارجية. تطلع الحسبة تنش تطلع منها حتى ربح، ما عنديش الأرقام، أنا سأتوقف عن تسديد الليزانتيري متاع الديون الخارجية وإلا المقتطع كيفاش هي معناها ليبار متاع الديون، وتعمل الإكيليبر متاعك في الميزانية. هل أنت من في تقديرك سهلة أي هل أنت من الشخصية، هل أنت عندك من القوة قوة الشخصية السياسية انك تعمل الشيء هذا ولا لا؟ وداخليا هل انت عندك من قوة الشخصية السياسية اللي توفر الموارد المالية اترافير دي تاكس اكسبسيونيل ولو لي تاكس والحكاية دي لا كل لا راهي يا لا خالد لا 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 الناس ما سمعتكم امبارح رانا مشكلتنا عملة صعبة. انت عندك مشكلتنا بتشتري الدواء بالعملة الصعبة، لا 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 مانيش واقفين على الواحد بفلوس اللي تجيبها من الجباية الداخلية. هنا نحب نفهم انا نعطيه في راينا، واحنا مانيش اخصائيين، انا نحب نفهم ما نعرفش انا حتى ما توفر من ثقافة اقتصادية علمية عندك زياد. عندنا لهنا قصة انه النجم يخي بالبساطة هذه، هيا الاولاد ما حاجتيش بقرضكم ما عادش مسدد الديون، شنين انعكاساتها؟ انعكاساتها الارجنتين ملي كانت في ازمة ولا تعمل في دوشيفر بتاع تنمية. يا ودي خليني وصلت حتى الغديكة انت ما وصلت للدوشيفر بتاع التنمية. انترا نحب نفهم انا اليوم كان تخرج شو غديك حسام كان فما حد من الخبراء الاقتصاديين محسن احسن حتى كان مازال الموجود فايق معنا هات في التليفون، نحب نسال على التفصيله هذه خاطر الامور كيما يقول خالد الشاب الشيوعي المتحمس، فهمتي معناها الواحد ايش بيه نخرج للعالم. ما قلتش ايش بيه قلت هل عندك من الشخصيه القويه سياسيا انك تعمل الشيء هذا وحتى داخليا؟ الحكايه كاني مرتبطه بشخصيه وقويه وسياسيه، انا متاكد ينجم يكون الرئيس عنده شخصيه وقويه وسياسيه وينجم يعمل اجماع، لكن الفيزابيليتي نتاع الحكايه هذيه بالفيزابيليتي تقول لي والله سهله نطلع للعالم ونقول لهم اسمع ما عادش عندنا باش نسدوا الديون، نفهم شنو هي انعكاساتها مال هذه يمكن يحصل خاطر كان جايت الحكايه هذه سهله هي بوركو بان ماشي معاك يا خالد مش خاص تقنيا انا اللي نعرفه في حدود معرفتي. اولا الحكايه هذه تعاملت قبل مشكلة في الأرجنتين، لحظة ما صار لها شيء الأرجنتين توا كل يستشهدوا بها الجبهة الشعبية وقتها مات في دولات مجلس النواب واقعيا حقيقة هي حقيقة مشكلة الأرجنتين عملتها فنزويلا عملتها هاني قلت لك في الأرجنتين فنزويلا البلد النفطي في البرازيل كيف كيف اسمعني اثنين راهو القانون الدولي يخول لك شريط الدخل مع ناسي محسن احسن يخول لك تعمل اون اكسبيرتيز تعمل كيلو ديت على الديون وفترة لوديت تتوقف فيها عن سداد الديون الكريهة هذه اللي توازون دو غراس. انا التوى لفهمت علاش حتى حد تتكلم بدراية لم هك. يستخدم الحق هذا هو انك تستخدمه تعبر على قوة سياسية مش مستنسين بها العبيد هذوما في البنك الدولي وفي صندوق النقد الدولي وفي العبيد اللي قاعدة تعطي فيك في الفلوس، مانيش قاعد نقول لي هي حاجة سهلة وتنزل على البوتون. اما هل انت عندك من القوة السياسية انك تعملها والا لا؟ هل عندك اجماع داخلي وبعد خالد يخليك تعمل الشيء هذا والا لا؟ شكون مازال باش يقرضك؟ شكون مازال باش يسلفك؟ شكون مازال باش يعطيك؟ هي وحلت انت بعد كيفاش باش تتصرف؟ كيفاش باش تتصرف؟ باش تخلق الثروة؟ باش تربح منين يا ولدي؟ باش تربحها انا في عوض نخلص
تربحها مع شكون؟ مع شركاء اجانب مازلت قادر تصدر انت توا، مازال العالم ينجم يعترف بيك تطلع مش تطلع هذه مش قلبه تتسمى؟ لا مش قلبه، راه قانون هذايا. قانون شنو؟ قانون يخول لك باش تتوقف على تسلف من عند جهات باش تصرفهم على وصرفتهم على 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 البلاد في شكل اجور الموظفين. معناها خذيت الفلوس بعد قلت لهم لا ما عادش باش نعطي. معناها هكا في تقديرك يا برهين علاش نعقدوا فيها الحكايه؟ انا نقول لك صايره، وانا نقول لك راهو قانون، وهاو الحجه. قول لك انا عندي نظام 10 سنين خذي ديون باش جوستومون باش يصرفهم في حاجات من بينهم استثمارات، ما تصرفوش في الاستثمارات. دونك انت كصندوق نقد دولي، انت كصندوق نقد دولي ساهمت في تغريق البلاد بيسكو كملت في بيان سور بيسكو عطيت ديون لعبيد لم تحترم المسيره نتاع القروض هذه. انا نحب نرجع للكلام اللي قال في اللي حكي فيه خالد، ولكن انا نحب نحكي على سحب تونس يعني من رزنامة الاجتماعات. انا نعتبر فما رمزيه في التايمينغ، على خاطر الرئيس قيس سعيد كان متواجد في الولايات المتحده الامريكيه، ونحن نعرفوا انه المقر نتاع صندوق النقد الدولي هو موجود في واشنطن، والامريكان من اكبر الممولين ومن اكبر المصوتين في صندوق النقد الدولي متحكمين. يعني انا حسيت فما رساله حبت فما رساله حبوا يبعثوها الامريكان القيس سعيد، والموضوع اقوى واكبر من حكايه انه ما حبوش يعطيونا قرض وكذا. يعني ما غرناش الخطابات والتصريحات الدبلوماسيه اللي هي ماشيه مع قيس سعيد. في الحقيقة هما الأمريكان يحبوا قيس سعيد يرجع للمسار الديمقراطي. أنا اللي قلقني في الكلام سيد الرئيس، سامحوني في الكلمة هي خايبة شوية، ولكن التبوريب وثقة في النفس منين قاعد يجيب فيها، خاصة يقول لا يمكن لأي طرف أجنبي أن يفرض علينا حلوله أو مبادئه. أنت علاش ماشي لهم من الأول؟ أنت علاش من الأول تتفاوض معاهم وتقول نحن الحكومة نتاعك تقول راهو ميزانية 2023 راهي حبيت ولا كرهت مبنية على القرض اللي باش ناخذوه من صندوق النقد الدولي. انت تتكلم هكا على انه اساس، اسكو انت اليوم عندك بالحق شعب الماني قادر انه باش يسكر على روحه باش يولي لك اقوى قوه اقتصاديه واقوى قوه عسكريه؟ يعني علاش قاعدين نكذبوا على رواحنا وتغلط فينا وتغلط في الشعب وباش تخلينا بالحق يعني باش تخلينا في حاله اقتصاديه كارثيه، ويكون السيناريو نتاعنا اقوى اقرب للسيناريو اللبناني من انه نجموا نكونوا كما المثال اللي عطاهولنا الاخ الارجنتين او غيره. نجيب تسمع في الوعد، غفران تقول لك خيار غير واقعي، خالد يقول لك اي بوركو با، نجم الرئيس يمشي في طريق بتاع فقط يلزم يكون عنده نفس الشجاعه السياسيه بتاع قاده كما الارجنتين في انهم بالسلامه الديون ما عادش معترف بها، صندوق النقد الدولي اقعد غديك واخط طريق ما شنو والله اعلم في اطار بناء اقتصاد غير تابع. كان دعم المزيه الحاضرين في البلاتو، خلينا نكمل فكرتي. يعني انا مش حاجه واحده انا نجيب نجم نقص عليك الاخبار، والا ناخذ سي محسن احسن اللي موجود توا باش نسالوا على التفصيله دقيقه محسن احسن وبعد الاخبار وبعد انت سي محسن. صباح الخير. صباح الخير سي محسن، وليد شيوعي احمر متمرد قاعد بجنبنا اسمه سي خالد العبيدي يضرب على الطاوله ويسيح ويعيط ويقول لك رانا النجم كيما عملت الارجنتين نخرجوا للعالم نقول لهم ما عادش معترفين، احنا ماناش باش نرجعوا الديون. يهديكم ربي يا ولدي. عليه يهدينا ربي. هاو قال لك ممكن الخيار هذا شي يصير كان يهديكم ربي يهديكم ربي ولا ما نموتوا بالشر. اش معناها؟ علاش؟ علاش اش يحصل؟ تراه كان نخرج ونعمل، هو قال لك الارجنتين خرجت وعملت هكا. لا 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 شوف انهيار التام هذاك، كان نمشي في خيار اش يصير؟ اش يصير؟ واقعيه كان نخرج نقولوا رانا عملنا مراجعه للديون وما عادش مسدين الديون نتاعنا. وانت تعرف يا سي محسن راهو في الحقيقه بارت فدليك كنا نسمعوه راهو الكلام هذايا خالد نسمعوه وقت الجبهه الشعبيه في البرلمان كانت تقول قصه الديون الكريهه ودرشنيه وكذا. بربي فسر هنا علميا الحكايه هذه ممكنه وغير ممكنه. شوف اول حاجه سي برهان، هو الاقتصاد التونسي اقتصاد منفتح. اقتصاد منفتح على الخارج لأن السوق التونسية سوق ضيقة، سوق بتاع 12 مليون مستهلك في أقصى الحالات، مش ممكن أنه تصنع نمو وتقدر باش تحقق النمو الاقتصادي المطلوب والتوازنات المالية الكبرى إذا كان اقتصادك ماهوش منفتح على الخارج. وتونس مشيت في خيار الانفتاح منذ سبعينات القرن الماضي، إذا فهي في حاجة لشركاء في الخارج
تكون بيناتهم فما ثقة ومصداقية. اليوم الحديث عن الديون الكريهة وعدم سداد الديون هذا باش يكون عنده تداعيات سلبية جدا. شنو مثلا شي سيرنا شي سيرنا كنعملوها السيادي نتاعنا يزيد يوصل الى اتعس الدرجات وبالتالي النتيجة ما عاد يقربك حتى حد. وانت في حاجة كبيرة الى التمويل الخارجي حتى بغض النظر على خدمة الدين الخارجي. ايضا مسألة الواردات واردات المواد الغذائية والمحروقات السداد يكون مسبقا وبدون لعب يعني لا تولي تستورد وتدفع مسبقا وهذا وهذا ما هوش مقدور. نجوم تونس تستورد جزء كبير من حاجياتها سواء كان في القمح أو في المحروقات أو في زيت النبات المدعم وغيره. وبالتالي هذا باش يكون عنده تأثير على قوة التوانسة على أمنهم الغذائي وبالطبع النتيجة المباشرة على, على 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 مستوى السلم الاجتماعي. يعني خيار هذا خيار معناها بالنسبة خيار انتحاري. انا ننصح كل توانسة وكانوا من مهما كان لونهم السياسي من اليسار او اليمين ما نحكيوش في خيار نتاع ايقاف سداد الديون الخارجية او وحتى الحديث على موضوع السيادة الوطنية بكلنا يعني مع السيادة الوطنية ولكن لابد انه عندما نرفع شعارات نعرف كلفتها ونعرف حاجتنا ونعرف اقتصادنا. سي محسن صباح الخير. سي محسن صباح الخير. سي محسن باش نسألك تقنيا يا هل ترى ضرورة المرور بصندوق النقد الدولي وإذا كان ضرورة علاش؟ أول حاجة أخويا العزيز تونس راهي عضو في صندوق النقد الدولي. هي تونس هي شريك في صندوق النقد الدولي وهذا من حقنا الطبيعي أنه نتمتع بالتمويلات. ما وصلناش بالاتفاق معهم ما وصلناش لاتفاق معهم ما عندك حتى خيار. اليوم شوف شنو هي الخيارات المطروحة. صندوق النقد الدولي الذهاب إلى صندوق النقد الدولي ببرنامج إصلاحات وطني متفق عليه ويكون محل توافق. يا سيدي ما فماش هذا ما حصلش هذا علاش تسأل فيك فرضية ما فماش يعني نمشيو لصندوق النقد الدولي. هل الخيار هذا يفتح لنا باب تعبئة الموارد في إطار التعاون الثنائي أو متعدد الأطراف لأنه الدول وبقية المؤسسات المالية العالمية تشترط أن يكون عندك في ثانية يا سي محسن ما مشيتش صندوق النقد مشيت طول التعاون الثنائي أنا ما نجمش لا ما تنجمش عليه السعودية العربية الشقيقة حتى صديق حتى الدول الخليج العربي تشترط أن يكون فيه اتفاق مع صندوق النقد الدولي. هذا خيار يعني دولي غير ذلك يعني الإفلاس يعني عدم القدرة على السد يعطيك صحة سي محسن عدم تمويل حاجياتنا الأساسية من الحب. إن شاء الله نهارك زين يا سي محسن إن شاء الله نهارك زين يا سي محسن خلينا نحلموا مع الشيوعيين خلينا مع الأرجنتين ومع خالد بيدي والجو ومانيش معترفين ومانيش كذا. سالم هلال يعيشك يا سي محسن. يلا سالم الى الاخبار والدنيا نهايتها موت هكا ولا قالوا صندوق النقد الدولي وكذا. انا اعطيت مقترح واعطيت ان كونستا. لا 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 الاخبار خمسه ثواني خلينا نكمل جمله توقيت جرينيتش قولوا 38 دقيقه. مازلت تسمعوا في ايميسيون امبوسيبل على يافام احلى راديو نجيب بسرعه قبل ما نمر للفري فود لانفو. طز في أمريكا طز في صندوق النقد طز أو كلام وبرة والحقيقة باش نستأنفوا المفاوضات. مع كامل احتراماتي لأستاذ محسن حسن الوزير السابق هاي. الكلام اللي يقول فيه ما لا من وهو ما هوش خيار انتحاري عنصر في العشرية الخراب لأنه كشد وزيره ما عمل شيء. الناس كلنا عنصر في الإعلام الناس كلها اشتخل هذا في هذا مصر وانا مر على بلينكن وقيس سعيد صندوق النقد الدولي. قيس سعيد تفوق على حبيب بورقيبة في حنكة السياسة الخارجية. قيس سعيد هو اللي ما باش صندوق النقد الدولي يوافق على القرض لتونس. كيف قيس سعيد هو اللي ما باش معناها راه مش نستناو في صندوق النقد الرئيس سعيد ما باش. علاش قيس سعيد ما باش؟ على الاملاءات لانه كان نمشوا باملاءات صندوق النقد الدولي نمشوا الحرب اهليه. وقيس سعيد لانه سمع صوت شعبه حتى من صبر الاراء 87% من التونسيين والتونسيات ضد املاءات صندوق النقد الدولي. الحاجه الثانيه الحكومه صحيح قالت هاو نجموا نعملوا صندوق النقد الدولي قال الاجماع. اتحاد الشغل قال لا للإملاءات.
وهو شريك رئيس. ما فماش الاجماع اذا. ما فماش اجماع. معناتها قيس سعيد هو اللي قال له البدائل نجيب. البدائل موجوده يا بني. البدائل موجوده. شنيه؟ في على هاو جايك ما قلنا ما يا ودي عندنا سيكونديز ما عادش وقت عندنا تليفون. باهي واصل واصل. في علاقه بلينك. علاقه بلينكن هذا تقول عليا انت مشيت تشكي بيا للمركز عيطوا لي المركز لانه نحب ولا نكره امريكا هي شرطه العالم عيطوا له قالوا له يا هذا انت كي مشيت تشكي بيا دفعت رشوه باش عملت لوبينغ دفعت رشوه لجماعه المركز يهزيني بالسياسه ديماش يعطيني تو ولدي يعطيني البدائل الاقتصاديه اخوي نسكت ابو رجاله اعطيني البدائل ماش تعب اعطيني البديل ما نسكت هاو جايك البديل خلينا نوصف ما قلت لان نقرا في الجرائد في وسائل الاعلام هي الكارثه الكبرى النجاح الكبير ليس بالكارثه الكبرى اللي تحقق في مع صندوق النقد الدولي النجاح الكبير تحقق في امريكا اذا البدائل شنيه في تعبئه الموارد كيفاش خليك جيتك بجنب الليل نكمل فيك تفضل ما عندي وقت يا نجيب يهدي سي ميشيل بلينكن هذوما ناس دفعت فلوس باش تعمل لوبينغ قالوا لهم راهو قيس سعيد ضايم مش ديمقراطي وانقلب قال لهم هاو انا علاش عملت راهو يا بلينكن اللي قالوا لك راه مش صحيح هاو انا علاش راهم ضربوا بعضهم راهم بالرشوه راهم بالفساد راهو بكذا معناتها هو جاوب على مجموعه من الاسئله تو بلينكن ما في بالوش هو في الحقيقه يستنى في المعارضه اش تقول ويستنى في الرئيس يقول هو جاوب على مجموعه من الاسئله عملت ناس دفعت فلوس شكون اليوم يندد العملاء والخونة باهي شكون يندد قيس سعيد وكذا شكون هما هذوما هذوما اللي نددوا كيف قيس سعيد في امريكا وكذا هما بيدهم صنع الامريكا باهي سافا سافا فرغت اعطيني البدائل في قطعان العلاقه مع صندوق النقد الدولي ما هيش قطعان العلاقه باش ترجع له يا وريت المشكله معناتها نمشي بملاءات ومفاوضات هي الدنيا البدائل شنية هي مفاوضات الملاءات اذا طرح يا ولدي موقف صندوق النقد الدولي توصل الحرب ليش يتحبوا تو خلينا باهي حاضرنا يحبوا ناخذوا قرض ولا ما ناخذوش يا ولدي شوي 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 امور علميه انسى علميه بالباهي كيف سيقع تعبئه الموارد الماليه للسنه القادمه يا استاذ يا نجيب يا زين قديش القرض اللي هذا اللي يحكوا عليه هو الكارثه والضم الكبرى 1.9 على 4 سنين 4000 مليار قطع الف تو باش ناخذوا تقريبا 225 انت ما جاوبتوش على سؤالي انت ما جبتوش على سؤال هل الرئيس اليوم قادر انه يجي التليفون يا ولدي انا نعمل لكم قاعده نقدم القدام ايش باش ناخذوا نحن قطع 2025 ما انت بلكش رقم ضخم هاو عندنا عامين ما خذنا حتى فرنك حتى قرض متنا يلا اوكي واضح هذه وجهه نظر نجيب وجهه نظر خالد ماشيين في الواحد فما البدائل فما الحلول خبراء فما كان خير وتونس بخير فما كان خير حوصل يا برهان لا ما تحصلش الفريفود لنفوم مع أريج الحمروني هذا يكون باش ينجح يلزم يمشوا لصندوق الاقتراع فوق 2900 لا ما عندكش حق تعمل حملة انتخابية توا يلا صندوق فريفود لنفوم صباح الخير مرحبا بكافة مستمعي إذاعة إيافام باش نحكيو اليوم على شاب مفقود من نهار 12 ديسمبر سامي تليلي اللي كان اتصل بوالدته وبوه طلب منهم أنه يحب يبطل القراية هو يقرأ في جيبس قالهم نحب نبطل القراية ونحب نروح ولكن هما مشاو له منه غدوة للأسف لقاوه ماهوش موجود في داره فما أثار متعدم في بيته وتليفونه موجود غاديكا ولكن ما عندهم عليه حتى أخبار تفاصيل شنو اللي صار وهل عندهم عليها أخبار ولا مع والدته معنا اليوم في التليفون ألو صباح الخير مدام ناجي ألو تليفون الاتصال مازال ما محصلش ولا حصل من قبيله ما طاو باش نعاودوا الاتصال نعاودوا الاتصال انطراتر ذكرني بربي قد عمره ولا الطالب عمره 25 سنه يقرا في 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 جيبس اتصل بعائلته ولكن للاسف ما عندهمش اصيل منطقه قفصه بالضبط وتوا قايب على العائله عنده قديش من نهار 12 ديسمبر من نهار 12 ديسمبر والشرطه تتولى التحقيق توا ويجري البحث امه قالت لي انهم ما عندهمش عليها اخبار وهي باش نداء هذاك علاش هيك هو ما قالهاش علاش قال يحب هو متقلق جوست يحب يروح بورتون قاعد معناها ايامات نتاع اكزامانات نورمالمون يعدي ساكن وين في دار ولا في فوي نورمالمون في دار ساكن كي مشي وحتى بينوماتو ما يعرفوش عليه حتى شيء مع اصدقائه معناها مع اصدقاء شنو هي القصه كي دخلوا يلقاو دم اثار دم وتليفونه موجود في بيته لكن هو ماهوش موجود وبينوماتو ما يعرفوش عليه حتى شيء يعني الاولاد اللي تقاسموا معاه السكن بالضبط يلا في ظهر لي الوالده هي معك الو صباح الخير مدام ليجيا
عسلنا مقدم نيجا، لو كان توضح لنا شنو اللي صار بالضبط مع سامي كي اتصل بكم وطلب انه يروح، وشنو زاد اللي صار كي مشيتوا انتم لداره وما لقيتوهش؟ كلمني مع العشر قال لي ما راني حاب نروح، قلت له سامي ولدي راه عندك ديفوارات، عندك الاثنين والثلاثة والاربعة عندك ديفوارات، اقعد عديهم وتو نجيكنا غادي نجيكنا غادي، معناتها ما هو عنده ستاج نهار في راس الشهر في تونس. قلت له باش نجينا غادي ننظم لك دارك ونغسل لك درشك والكل ومعناتها وانت ونروحوا مع بعض. قال لي لا نحب نروح، قلت له باهي تو غدوة الصباح نجيك انا وبابا باش ننظم الدار ونروح. حتى بديت نكلم فيه كي جيت خير روح، خرجت ساعتين من الدار في المحطة بقيت للأربعة. خرجته من خرجنا من الدار ساعتين، بديت نطلب فيه نفس ساعتين، تقول ما تطلبنيش في الماسنجر، معناتها تطلبني في التليفون العادي تطلب الماسنجر ما تلقانيش. حتى نطلب فيه نطلب فيه قبل نطلب قال لي ماكي تركب في جابس، ما مشيت ليهاش جابس خلاص، اول مره مشيت اول مره ثاني نشيلها. هو لها عام ونص يقرا غادي، قال لي ما قال لك تركب في الكار في النواج كي توصل غادي، يقولوا اديني من البحر الجامع تزريق. بديت له نطلب فيه، وصلنا غادي عشان لذان يذن تاع الفجر وحنا واقفين قدام الجامع، نطلب فيه ما يهزش علي. بقينا نحن ندوروا فما كي كملوا في جماعه الصلاه اللي صلوا بدينا نسهلوا بربي بربي، هزونا زوج رجال ادونا الحانوت، حانوت عطريه من الناس قالوا بربي تعرفوش طفل القاصي راهو يسكن لهنا، قالوا لهم لا. مشيت انا خرج الحاج من الجامع، قلت له صباح الخير الحاج، قال لي سعيد، قلت له بربي راني جايه من قفصر وعندي ولدي يقرا لهنا وراني ما عرفتش معناتها البلاصه وكل راهو كاري لهنا وراهو الجماعه اللي كاري عندهم راهم يسكنوا في الخارج راهم مش هم هنا في فرا ما ندريش عليهم وين. قال لي هو ونا ولدي كي ولدي صور الو نسمع فيك مدام نسمع فيك اي ولدي كي جاي كي غادي في جاب صور لي الباب نتاع الدار نتاعو. المهم وصلتوا لها وقتها الدار، من بعد وصلتوا لها الدار ودخلتوها وصلنا للدار شرقيتوها الدار طبطب اي نلقى فريش ونلقى فما دم نلقى فما موس بحبي بجنبه ونلقى دبش وكل محطوط فم. واصحابه موجودين في الدار لقيتهم اللي يتقاسموا معاه السكن؟ اي نلقى كي ايش قالوا لك؟ فهمت كي شفتنا الدم كاك عيطت عيطنا خرجوا هم قالوا لي اش فما حاجه اش فما، قلت لهم انه ولدي ساكنين في دار واحده وانه ولدي شو ولدي الحال اللي فيه، قالوا احنا من الماضي ساعه رقدنا ما خلينا حتى شيء خلينا الدنيا كلها هكا هو ولد عم. هي الان مفقود حتى التوا ما فما حتى اتصال ما فما حتى التوا ولاد عمي ما فماش لا اتصال لا من كلمني اتصلت بالسلطات الامنيه في جابس اي السلطات الامنيه تجري من اليوم لها اربع ايام وهما يجاروا لا ما كلمتني واحده في جابس تلقوني هكاك كلمتني قالت لي راهي الدار توا قدامها الامن وراهم عم يلوجوا يشوفوا في الكاميرات هو 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 العلامه نتاع انه متقلق ويحب يروح وما عادش يحب يكمل القرايه. ما عندكش فكره علاش يمر بامور نفسيه صعيبه؟ معناها كان عادي سلوكه عادي طيله الفتره الاخرى اخويا بالنسبه لي انا سلوكه عادي معي انا مع الاولاد الاخرين ما نعرفش سلوكه عادي نحكي انا وياه يحكي هو واخواته ما فهمش حتى مشكله معناتها مدام ليلتها ليلتها قلق مدام صباح النور ساعه اولا ان شاء الله يا ربي سمعكم كان علم الخير يا ربي. جوست سؤال وقت اللي هو طلبك انت قلت تطلبني قال لي راني نحب نرجع للقفصه وساي فهمت ما فسر لكش علاش صحابه اللي يسكنوا معاه متقلق من حاجه ما قالوا لكش متقلق من عبد مش يهدد فيه حاجه هكا ما قاليش لا ما قاليش هو راه الاصحاب نتاعو مثال دار فيها اربع بيوت كل بيت فيها واحد وولدي وحده هذوك الزوج مع بعضهم انا حسيت هكا حسيت قلت يمكن ولدي كي يلقى ذوك مع بعضهم يحكوا مع بعضهم وهو واحد وفي بيت واحد ويمكن حسيت شو ما يحكوا مع بعضهم وكل انا واحد بربي سؤال اخير الشرطه الفنيه خذيت السكينه اللي لقيتها وحلوا الدم اللي موجود غديك ولا لا؟ والله تحليل الدم ما نعرفش اما السكينه هزوها اكيد 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 سيتم التحليل. يلا نداءك الاخير خير ان شاء الله يا ربي تسمع عليه الخير ها وعندك المصدح الجهات الامنيه تسمع فينا شنو ندائك الاخير؟
خويا ان شاء الله نقول يا ربي حني ان شاء الله يسمعني على وليدي، راه ما عنديش عندي كانو وراني محروق عليه، راني من شويه ان شاء الله ان شاء الله نسمع اليوم اخبار على وليد ان شاء الله يا ربي ان شاء الله ان شاء الله تسمع. شو اسمه هو؟ شو اسمه؟ سامي. اسمه سامي تليل. سامي سامي ان شاء الله يا ربي، سامي ان شاء الله يرجع سالما معافى يا ربي. عملوا مجهودكم، عملوا مجهودكم معايا يا راهول كبر ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله تسمع الخير يا ربي. هذا كان نداء الام ان شاء الله بقدرة ربي يا ربي تسمع الخير، واحنا عندنا الثقه في الجهات الامنيه انها باش تعمل جهدها الكامل على الاقل باش تميت اللثام على الاختفاء، وان شاء الله يطلع نهايه الحكايه كما نهايه الطفل براء ويرقوه ان شاء الله سالما معافى. يلا هذه كانت الفري فود لانفو مع اريج الحمروني الاشهار، ونرجع مباشرة لاستقبال ضيفتنا مديرة مدرسة الاد سكول. يلا 8:53 دقيقة تسمعوا فينا في ميسيون امبوسيبل على يفهم احلى راديو. نبدلوا الموجات، نمشيوا الموجات الايجابية، نمشيوا للمستقبل كي نطلوا عليه خير، خاصة كي يكون فيه العلم والمعرفة والتكوين. فرحان برشا باستقبال مدام سلمى اللومي المديرة العامة للكرياتيف اد سكول. كرياتيف اد سكول شنو هو الكرياتيف اد سكول، وشنو الخدمات التعليمية والتكوينية اللي تقدموها للناس اللي تجي وترسم من أجل أنها تنال خدمات الكرياتيف اد سكول؟ ساعة ميرسي بوكو على الاستضافة. الكرياتيف اد سكول هي سي لا بروميير ايكول دو بوبليسيتي في تونس. فوالا الكرياتيف هكا اي فوالا دون لا كرياتيفيتي ايوا. Donc, Hawa, c'est un cursus de 2 ans. Donc, la première année, c'est une formation de 12 mois. Et la deuxième année, c'est une formation par alternance. Ma'ata yaqraw, ou yakhdmo en parallèle. Ou bien sûr, nahna nwafroulhom les stages, les agences. Yani, le majel ikhtisas, houa l'ishhar. كيف يصنعوا المحتوى نتاع الاشهار؟ اكزاكتومون دونك سي لا بوبليسيتي. مع تاخذينا لو ميتيي دو لا بوبليسيتي وقسمناه لسو ميتيي اللي هما كوبي رايتر، ارت دايركتور، استراتيجيك بلانر. دونك سو سون لي فورماتور اللي معانا اللي هما قسمنا معاهم سو ميتيي لا. اللي هما ذكرني الاختصاصات في جانب التقسيم هذا، خاطر نحب الشباب اللي يسمع فينا يعرف اهميه السوق هذه واهميه الاستثمار فيها واهميه ان يكون عندك فيها معرفه وعلم، على خاطر زي تعرف البوبليسيتيش نجم تعود على اصحابها في ليزاجونس يعني بالارباح سورتو كي توفر الصنعه ويتوفر الخلق اللي الكرياتيف اد سكول توفروا. ايوه نحن دوك سي افيك لي فورماتور كون اتابلي لو بروغرام. يقراو لي ستوديون عنا يقراو 3 اور بار جور، لو ريست دو تان سي دي كور ان ليني اي سي دي وركشوب. Donc, allez, je n'ai pas offert notre service à Douma. À la fête, il y a pas de sur le marché, donc il y a pas de. اختصاص في ما فماش اختصاص معناتها ما فماش كومبيتونس في الميدان هذايا. دونك قبل شكينو هما لي زاجونس هما اللي يوفروا التكوين. توا نحن افيك لا كرياتيف اد سكول معناتها نحن هما اللي نوفروا التكوين في المجال هذايا. والشهاده اللي يتخرجوا منها توا الناس اللي تنجم ترسم فيها الشهاده هي سي اون سيرتيفيكاسيون انترناسيونال اللي هي معناتها يخرجوا افيك اون سيرتيفيكاسيون انترناسيونال. من بعد اللي يحب يقرا في فرنسا دونك اون ا لا بوسيبيليتي بعد لي 2 ans de formation عنا باش ياخذوا باش يقراو 3 اني في سوب دو بوب. رابطين انتم علاقات بطبيعتكم سهلول. فوالا عنا اون كونفونسيون افيك سوب دو بوب كي لا بلو غراند يونيفرسيتي دو بوبليسيتي في فرنسا. دونك يقراو عنا بروميير اني دوزيام اني وبعد ثروزيام اني يدخلوا يقراو ديريكتومون في سوب دو بوب فرنسا. السيكل نتاع الفورماسيون في فرنسا قد ايه الدوم؟ دونك يقراو ثروزيام اني كاتريام سانكيام وياخذوا ان ديبلوم فرونسي. Voilà, donc, après la formation fi Creative Ad School, donc, il y a trouvé directement opérationnel dans le monde du travail. كما قلت لك خذينا لو ميتي دو لا بوبليسيتي وقسمناه بلوزيور سو ميتي. معناتها باش يخرج ارت دايركتور، باش يخرج كوبي رايتر، معناتها ديريكتومون دون لي زاجونس كوم. لهنا نفهم من عندك انه الكرييتيف اد سكول عندها علاقات مع لي زاجونس، معناها كيما عندك العلاقات اللي يحب يواصل التكوين في فرنسا فما الكونفونسيون.
نحب نفهم أنه كي تقول لي وهذا بالنسبة للشاب أو الشاب أهم شيء سوق الشغل. Voilà, donc on a signé des conventions avec les plus grandes agences de communication في تونس والبرامج من تونس. Très bien. Donc اللي باش يخرج من الكرييتيف اد سكول ديريكتومون دونك عنده خدمته على خاطر كيما قلت لكم معناتها فما اون غراند دوموند سور لو مارشي بور سو ميتيي لا مي اكطويلمون يا با دو فورماسيون كومبليت ا بار لا كرياسيون لا فورماسيون دو لا كرييتيف اد سكول اللي هي توا موجوده. بون بتقول لي هكا فما انا نعرف فما اقسام معينه ما كاينش شنو اللي يميز الكرييتيف اد سكول على بقيه المدارس اللي تقدم خدمات في التكوين في الاشهار. شنو اللي يميزنا بارابور او زوتر؟ ساعه معناتها اللي يخرج عنده 360 دوغري لو ميتيي دو لا بوبليسيتي خذيناه الكل معناتها حتى تقول لي انت فما دوتر بوتيتر ايكول اللي قريو مي قريو ان سوجي بيان ديتيرميني نحنا سي لو ميتيي دو لا بوب الكل اللي يقراو فيه لي ابرونون الوغ حتى لو كادر اللي نقريو بيه وحتى لا مانيير اللي نقريو بها سي اون مانيير كي اي كومبليتمون ديكالي بارابور لا نورمال في الكرييتيف اد سكول عندنا لي كريسي لا طويل دونك عندنا دي كانابي دي بوف دي دي بالانسوار اللي علاش خاطر لي جون معناتها اللي يجي يقرا عندنا معناتها يلزمو يكون دون لا كرياتيفيتي افيك لي بروفيسيونيل اللي موجودين في ليكول نعاونوهم بور اتر كرياتيف اي بور معناتها اتر لو ميور بوبليسيتير اون فوا يخرج من الكرييتيف يعني حتى الجانب الابتكار وال يعني ماهوش فقط في الـ 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 المهنه واصولها اللي باش تتعلموا لهم حتى في الطريقه حتى يعني حتى في الطريقه ماهوش اللي باش يجي يقرا ماهوش يلقى المقاعد الدراسيه التقليديه وكل الكلام هذاك سي لي كولور روز جون دونك مرحبا بكم مرحبا باللي جون اللي يحب يعرف واللي يحب يتصل ساعوين اللي كول وين فوالا دونك اللي عنده باك واللي ما عندوش باك واللي عنده ليسانس اي يل فو فير اون ريكونفيرسيون فير اون اوتر سبيسياليتي دونك مرحبا بكم عنا دايور دي جورني بورتس اوفيرت لو 19 20 21 في الكرييتيف اد سكول نعاودوها 19 20 21 ديسمبر لافنيو دو لا بورس ابواب مفتوحه اوكي فوالا ابواب مفتوحه نعطي نومرو تليفون اللي يحب سي لو 24 753 333 اي لو سيت ويب سي كرييتيف اد سكول بوان كوم والمكان والمبنى وين موجود لافنيو دو لا بورس فوالا شارع البورصه وين في شارع البورصه باش العباد هو ما عنديش نومرو مي سي بحدا لي تاع تليفونات في لاك 2 ولا في لاك 2 هذاك عليه فوالا خاطر شارع البورصه ينجم يكون فما شارع العمله في وسط تونس مالا في البحيره في البحيره اثنين في شارع البورصه الكرييتيف اد سكول بور لي جون تو لي جون اللي يحبوا يرونتر دون لو موند دو لا بوبليسيتي فوالا والسورتو ضمان الشغل وضمان هذيك علينا نحن ضمان الشغل من خلال الشراكات اللي عاملينهم مع وكالات اكزاكتومون يخرجوا ديريكتومون اوبيراسيونيل دون لي اجونس كوم بوبليسيتي ونحن نوفروا لهم الاجونس نتاع مراد الزغيدي متفاهمين معاها تنجم تاخذ معناها الواحد مراد على بلاصتو انا في بالي هو اليوم اليوم موجود ما يرتاح ما يخدم على روحه عنده اجونس وكوم وحكايات وفريات يلا مدام سلمى اللومي المديرة العامة الكرييتيف ات سكول شكرا جزيلا على الحضور فرحاني برشا حاجه هذه الموجات فما عمل فما شغل فما ناس تتكون فما بالضبط كان كونسنتر كان على البوزيتيفيتي لي جون عندهم دوتر الترناتيف مرحبا بهم عندنا في الكرييتيف ات سكول لسلمى اللومي شكرا جزيلا نخليكم مع شيماء في الميتيو بعد سلمى في الاخبار واحنا نستأنفوا بقيه فقرات برنامجنا ايميسيون امبوسيبل